لانه الحقيقه احنا يبدو اننا في حاجه، يعني في ظل اللخبطه اللي احنا بنعيشها، بس في حاجه الى الاصوات او قبيله الاصوات الجميله. بتلاحظ اللخبطه دي موجوده، انه يعني في الغث والسمين، في الجيد والقبيح، واحيانا بتنتصر بعض الاصوات اللي بتغني بالجسد احيانا، يعني أو لا يوجد لها صوت. بص حضرتك، الفن بشكل عام هو لغة للسلام، يعني أنا دايما بقولها هو السلام الداخلي، يعني بيعطينا كل الشعور بالسلام، بالحب، بالطمأنينة. فقد ما كان الفن المبتذل عم يوصل، فبضل هو اسمه له وقت محدد رح ينتهي فيه، ولكن بالنهاية دايما بقول أنا ما يصح إلا الصحيح، يعني هاي كلمة عندنا. يعني الفن المبتذل حينتهي أكيد، لأنه نحن بحاجة للأصوات. إذا بتلاحظ هلأ يعني الشباب، حتى الشباب الجيل الجديد عم يسمعوا الأصوات الكبيرة، عم يسمعوا الأصوات اللي عم يرجعوا لأم كلثوم ولوردة يعني هلأ. وحتى أنا استغربت وأنا بالبرنامج إنه أكترية اللي عم بيتابعوني نسبة فئة صغيرة بالعمر، كمان مش بس كبار، يعني أنا قلت جمهوري رح يكون كله كبار. على اعتبار إنك بتغني الموروث الفني. أنا بغني قديم، قلت هلأ أكيد جمهوري رح يكون كبار، ولكن أنا عملت مهرجان في الأردن وصدمت إنه يعني خلينا نقول 60-70% إنه شباب اللي عم يجوا يحضروني. فعلا الشباب يحبوا يسمعوا أم كلثوم ووردة وفايز أحمد. الناس خلص زهقت من الفن من الفن العادي اللي ما فيهوش إحساس وملامح، الفن المش واضح. إحنا محتاجين نرجع لورا، يعني الإنسان لما يحب يسلطن، يحب يدخل في حالة من السلام، بيسمع بتلاقيه أم كلثوم مثلا، ميادة الحناوي مثلا، احنا بنشتاق لهذا الفن مثلا، فايزة أحمد. أنا كل الناس شبهتني لفايزة أحمد وأنا في البرنامج، أنا كنت سعيدة. ده تشبيك بفايزة أحمد يعني. أيوة فايزة أحمد طبعا من الأصوات الجميلة. يعني